يقول: أنا أقوم بعد كل صلاة فريضة وبعد التسبيح والتحميد والتكبير، أقوم بقراءة سورة الإخلاص 11 مرة ومع بعض الأدعية، وأقول: وهبتها للوالد، هل يجوز عملي هذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. سورة الإخلاص لا تكرر أكثر من 3 كما جاء في الحديث، بعد صلاة الفجر، بعد صلاة المغرب يكررها 3 مرات، كذلك يكرر سورة قل أعوذ برب الفلق وسورة قل أعوذ برب الناس 3 مرات بعد الفجر بعد المغرب، وبعد بقية الصلوات تكرار هذه السور مرة مع آية الكرسي، هذا هو المشروع. وأما إهداء ثواب القراءة إلى الأموات فهذا لم يثبت فيه دليل، وإنما المشروع أن يدعو للأموات وأن يستغفر لهم، هذا هو المشروع. نعم.